هل يحضر جمال بلمادي الندوات الصحفية كما يحضر المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء بني عبد الخالق سعد دابور passer nos condoléances à monsieur Salbah. دائما تحوس على الشباب كوتش دائما خارج المألوف يتعلق بالشعب الجمهور الجزائري دائما اللي يحبوك ويقدروك بزاف. نشوفوا صور جمال بالماضي على الجدران في العديد من ولايات الوطن، واش يمثل لك حب الجمهور والشعب في هذه النقطه؟ سؤال ثاني شويه واعر، هذا السؤال يتعلق بقضيه الساعه اللي حدث مؤخرا في قضيه يوسف بالليلي، الاشاعات التي اطلقت في حقه. البعض من الاطراف روجت اشاعات لا اساس لها من الصحه بانه وقع في المحظور للمره الثانيه، وظهرت في الحقيقه انه لاعب قطري هو ماشي لاعب دولي جزائري. تعقيبك على هذا الامر؟